السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أحييكم بحلقة جديدة من ساعة محبة. دائما نحاول أن نبحث عن مواضيع تنمي العقل، ليس فقط الحديث عن الدين كعاطفة أو الدين كعبادات وطقوس. التدين ظاهرة عميقة جدا ونحن بحاجة إلى الدين، ولكن نحن أيضا بحاجة أن نفهم علاقة الدين بقضايا كبرى في حياتنا، علاقة الدين بالقومية والعروبة، علاقة الدين بالواقع السياسي والاقتصادي، بالأخلاق، بالقيم. ليس فقط الدين هو علاقة بين الإنسان وربه، وإنما هو علاقة بين الإنسان والإنسان والإنسان والطبيعة. من هذا المنطلق سنحاول في هذه الحلقة أن نتحدث عن موضوع أعتقد أنه قليل ما يتم معالجته في سياق الفكر الديني أو في سياق الإعلام الديني عموما، وهو الإسلام والعروبة. هل العروبة هي نقيض الإسلام؟ هل الإسلام دين لا يعترف بالإطار الاجتماعي وبالإطار الثقافي للعروبة؟ أليست القوميات الأخرى كالأتراك مثلا لهم سياقهم ولهم يعني دولتهم؟ أليس الفرس والحضارة الفارسية لها سياق واحد ودولة واحدة؟ لماذا العرب لا يعترف بعروبتهم؟ لماذا النظرة السلبية إلى العروبة؟ هل العرب هم جاهلية؟ هل هم مجرد أناس بلا حضارة بلا مدنية، فقط جاء الإسلام وانتشلهم من اللا شيء، من مستنقع من الجهل؟ هل هذه الصورة يمكن أن ينبني عليها مجتمع؟ كيف نعالج هذه القضية؟ معنا اليوم في الاستوديو كل من الدكتور هايل داود. أهلا وسهلا دكتور، أستاذ الفقه في الجامعة الأردنية الآن في جامعة اليرموك. نعم صحيح، حياكم الله. ومعنا أيضا الدكتور منذر حدادين. أهلا وسهلا دكتور، وهو أيضا وزير سابق وعدة ألقاب. وسنبدأ دكتور حقيقة من مفهوم العروبة. هناك من يقول أن مفهوم العروبة هو مفهوم جاء مع الاستعمار البريطاني، وأن بريطانيا أرادت أن تصنع إطارا بعيدا عن الدين حتى تسقط الخلافة العثمانية، وبالتالي هي دعمت العرب والعروبة من أجل أن تصنع نقائض داخل المجتمعات العربية والإسلامية. ما رأيك بهذه الأطروحة وكيف نفهم العروبة بمعناها الصحيح؟ اللي بعرفه أنه اللي قضى على الخلافة العثمانية هم الأتراك أنفسهم، عندما توجهوا في نهايات القرن التاسع عشر إلى الطورانية، هم الذين بدأوا التحرك القومي مارسوه لتمييزهم عن باقي شؤون الإمبراطورية، ومنهم العرب. وقصدوا العرب لإبعادهم، بلاش أقول لإذلالهم، إنما كل من يقرأ في أدبيات العرب في تلك الحقبة وما بعدها يدرك أنهم كانوا يدافعون عن أنفسهم دفاع المستفيد ودفاع وجودي. فلتأخذ مثلا إبراهيم اليازجي، ابن نصيف اليازجي، لما يقول دع مجلس الغيد الأوانس، أنا بحكي هذا الشعر القرن أوائل القرن العشرين، دع مجلس الغيد الأوانس وهوى لواحظها النواعس، أين النعيم لمن يبيت على بساط الذل جالس، ولمن تراه بائسا أبدا لذيل الترك يائس، فالترك قوم لا يفوز لديهم إلا المشاكس. فكان في ردة فعل، اتخذت طابعا مماثلا، طابعا قوميا لحماية أنفسهم من توسع القومية التركية الطورانية. هذه العروبة في الوقت الحديث، التاريخ الحديث، يعني هل لها جذور قبل الإسلام؟ هل هناك بوادر إحساس بهوية عربية جامعة ربنا سبحانه وتعالى قبل الإسلام؟ ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أشار إليها بقوله عن محكم التنزيل، إن أنزلناه قرآنا عربيا مش تورانية، أنزل القرآن عربيا. هذه أول إشارة في الإسلام. ما قبل الإسلام العرب كانوا
أقوام سامية، منهم الجنوبيون وهم القحطانيون، ومنهم هذه العرب العاربة، ومنهم العرب المستعربة العدنانيون، والعرب البائدة عاد وثمود وإرم. هذول كانوا عرب، كان لهم حضور، أقل حضور تجاري أقله، ولكن كان لهم أيضا حضور ثقافي بدليل ما نقل إلينا عن أعمالهم الأدبية، وكان لهم أيضا حضور سياسي خاصة في الزاوية في بلاد اليمن وفي شمال الجزيرة. تواصلهم سلما أو حربا مع الروم، وهناك تواصلهم أيضا سلما أو حربا مع الإثيوبيا والحبشة ومع الهند فارس أيضا وبلاد فارس بالتجارة. نعم. بالتجارة، إنما الحضور السياسي اللي أشرت إليه هو ذلك التفاعل مع الأمم المجاورة سلما أو حربا. يعني دكتور منذر، العرب لم يكونوا بمعزل عن الحضارات الأخرى، كان لهم حضورهم من قبل الإسلام، من قبل الإسلام، وبالتالي الحديث عن أن ظاهرة العروبة أو أن العرب لم يكن لهم كيان عربي بالمعنى الحضاري إلا بعد الإسلام أيضا هو كلام غير دقيق. طب دكتور هايل، لو انتقلنا إليك وقلنا يعني كيف نظر القرآن الكريم للعرب؟ هل سورة العرب من خلال القرآن الكريم هي سورة مزهرة إيجابية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا على الاستضافة بمعية الأستاذ الكبير الأستاذ منذر حدادين. ثانيا الحقيقة الموضوع حام، لأنه في مغالطات كثيرة في هذا الموضوع وفي تشويه، وكأنما يعد أو ينظر إلى من يتحدث اليوم عن العرب والعروبة كأنما هو أمر كما تفضلت خارج عن الإسلام، وكأنما العروبة في جانب والإسلام في جانب آخر، وهذا الحقيقة ليس أمرا صحيحا. وأسهم في هذا الأمر جهتين: الجهة الأولى بعض الإسلاميين الذين ظنوا أن الحديث عن العربية والعروبة أمر غير صحيح ويخالف أمر الدين، وفي بعض العروبيين الذين جعلوا أن العروبة مقابل الإسلام، وهذا خطأ وهذا خطأ، هذا في البداية. فالإسلام يعني اعتز بالعرب واعتز بالعربية، وليس فقط بالعرب والعربية، وإنما قومية الإنسان التي ينتمي إليها هذه ليست أمرا مشينا إن كان عربيا أم غير عربي. يفتخر الإنسان بأصله ويفتخر بقوميته ويفتخر بعرقه. ومسألة العروبة الحقيقة أنا أذكر أنه عندما صارت المعارك فتوح العراق وفتوح الشام كذلك، القبائل المسيحية التي كانت موجودة في العراق وفي الشام، نعرف دولة المناذرة كان معظمها من المسيحيين، ودولة الغساسنة أيضا كان معظمها من المسيحيين الذين يسكنون منطقة جنوب سوريا، والمناذر الذين كانوا يسكنون في جنوب وشرق العراق. عندما بدأت الفتوحات وقفوا مع الجيش الإسلامي في محاربة للفرس، ما الذي دعاهم للوقوف وأيضا أمام الرومان؟ يعني ممكن نقول الوقوف أمام الفرس كان مفهوما، وثنيين والمسلمون والمسيحيون أهل الكتاب، ولكن في بلاد الشام وقف المسيحيون مع المسلمين علما بأن الدولة الرومانية دولة كتابية تدين بالديانة المسيحية. لاحظوا إذن هنا العرق، حتى يعني أنا قرأت في التاريخ أن المثنى بن حارث الشيباني في معركة الجسر وقف معه الكثير من قادة المسيحيين، ثم أرسل رسالة إلى أحد قادتهم اسمه هلال ابن كذا، فيقول له إني حامل على الفرس، فإذا حملت عليهم فاحمل معي فإنك عربي. يعني نادى في النخوة العربية. ما اعتبر المثنى بن حارثة أن الحديث عن العرب والعربية والقتال تحت هذا الشعار أمر خارج عن الدين أو يخالف أمر الدين. فالحقيقة من أين تعلم هذا المثنى بن حارثة؟ تعلم هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، تعلم هذا من القرآن الكريم كما تفضل المعالي بلسان عربي مبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. خاطب في العرب، يعني أول ما صحنا نقول إنه رسالة الإسلام
رسالة عالمية، ولكن أول ما خطب بها العرب جاء بلسانهم ليفهموا هذا الدين ثم يقوموا بنقله. يعني و يعني أعذرني دكتور، لماذا كانت هذه الرسالة الخاتمة إلى العرب؟ يعني لماذا نؤمن يعني سؤال في مكانه في العقيدة أو في السياق الإسلامي، لماذا اختار الله الجزيرة العربية وأمة العرب على وجه التحديد ليكون خاتم الأنبياء؟ لماذا لم يختار مثلا نبيا في اليونان أو في الهند أو في كشمير أو مش عارف وين؟ لماذا العرب؟ طبعا اللي هو أولا وما دلالات هذا الشيء؟ الأمر لله يضعه حيث يشاء، هذا واحد. اثنين الحكمة. هذا الحقيقة رد على من يقول أن العرب لم تكن لهم لا حضارة ولا قيمة ولا وزن، وكانوا في جاهلية جهلاء يئدون البنات والخمر والزنا والربا، يعني يصور أن العرب صفحة سوداء نهائيا، وهذا الحقيقة ليس صحيحا. لو كان العرب هكذا لو لم يكونوا أهلين لحمل الرسالة، لو لم تكن عندهم من الخصائص والإمكانات لحمل الرسالة ما كان نزول الوحي عليهم وفيهم، ولم تكن الرسالة الخاتمة كما تفضلت فيهم. هذا يؤكد أنهم كان عندهم من الخصائص والإمكانات والطاقات والقدرات ليحملوا هذه الرسالة. فهذا الحقيقة يعني لا يصح أن نقول، ومن المعيب أنه نبقى نقول أن العرب قبل الإسلام كانوا صفر على الشمال، ليس لهم قيمة ولا وزن ولا كذا، واللي أنقذهم من هذه الهاوية ورفعهم هو الإسلام فقط. يعني طبعا أكيد أن الإسلام يعني كان له دور كبير لا ننكر هذا، وارتقى بهم، ولكن كانوا من حيث الأصل مؤهلون لهذا. يعني قبل قليل ونحن نتحدث قبل تسجيل الحلقة، قبل أن نبدأ بالحلقة، كان الدكتور منذر يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. دكتور منذر، يعني هذه المقولة يمكن أن نبدأ منها إعادة فهم لموضوع الجاهلية. ما دام إنما بعثت لأتمم مكارم، إذن كانت هناك مكارم أخلاق وكان هناك قيم، لماذا النظرة السلبية للعرب قبل الإسلام؟ وإلى أي مدى سوف تؤثر سلبا علينا اليوم في واقعنا المعاصر؟ أنا شخصيا لم أنظر إلى العرب قبل الإسلام نظرة دونية أبدا، وازداد إيماني بقدراتهم قبل الإسلام عندما زرت مناطق العرب في اليمن وقول في الحجاز ما بين شيء، لكن لما قرأناه أيضا عن شرق الجزيرة. جميل. كان عندهم مثل ما تفضلت قدرات، كان عندهم من العبقريات ما عمل بشحن الرسالة الجديدة على إسقاط حكم البيزنطيين في بلاد الشام وفي مصر، ومن عمل أيضا على فتوحات فارس. هذول مش ممكن تيجي من عرب غير مثقفين وغير حضاريين، إنما عندهم من العلوم كان ما يكفي بالشحن الإيماني الجديد ليوصلوا الصين. لما إضافة لما تفضل فيه معالي الدكتور، لما تمشكل العرب المسلمون في بلاد الشام، أرسل الخليفة رضي الله عنه أبو بكر الصديق إلى خالد في بلاد السواد، قال له الحق الجماعة في بلاد الشام مغلبين، ترك المثنى بن حارث الشيباني على رأس من تبقى في العراق، وأخذ حوالي 2 بريجيدز من بلاد السواد إلى بلاد الشام. لما وصل بده يعمل تقييم للوضع، قيم فقال جيئوا لي بشيوخ العرب، جيئوا إلي بشيوخ العرب. شيوخ العرب كانت في هذه المنطقة غسان بالدرجة الأولى، شوية من جذام وشوية من لخم. إجوا عليه حدثهم وقال لهم، وهذه هي الفكرة اللي لازم تكون أساسية، قال لهم انتسبوا ودافعوا عن شرف قبائلكم. جميل. نعم. انتسبوا ودافعوا عن شرف قبائلكم. إذن بالروح العربية والإيمان الجديد استطاعوا إسقاط دمشق ودخولها. تفضلت أنه إتمام مكارم الأخلاق، أنا ما قرأت آية في القرآن الكريم تشطب أي دين سماوي قبلها. لا شطبت اليهودية بل على العكس.
ولا شطت المسيحية، بل على العكس. نعم. ويمكن مريم البتول العذراء ذكر السلام. انه عليها السلام ذكر سورة سبحانه كاملة وتعالى. نعم. سورة إلها. نعم. وانه كرمها على العالمين. نعم. واصطفاها. نعم. على بين النساء. الرسول قال سيدة نساء اهل الجنة. تفضل. جميل جميل. فهذا يعني الكلام اتمام. نعم. حتى انه المسيح عليه السلام قال ما جئت لأنقض، جئت لأتمم، مصدقا لما بين يديه من التوراة. نفس المعنى تقريبا. يعني نواصل أيها الأعزاء الحديث عن الإسلام والعروبة، هو موضوع اللحظة حقيقة، لأن هناك حيرة شديدة. هل نبحث عن مجتمع وعن دولة تكون فيها الهوية هي هوية دينية فقط، أم أن الهوية أيضا يجب أن تمس هذا النسيج الاجتماعي، هذه العروبة التي هي سمة أرادها الله أيضا عز وجل أن تكون متميزة عند العرب ومن قبل الإسلام وبعد الإسلام. نواصل حديثنا مع ضيوفنا الكرام، ولكن بعد هذا الفاصل. عدنا إليكم أيها الأعزاء لمواصلة الحديث حول موضوع العروبة الإسلام، وأعود فأرحب بضيوفي لهذه الحلقة دكتور هايل داود والدكتور منذر الحدادين. دكتور هايل، يعني لو بدأنا من آية قرآنية الحقيقة، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، يعني انظر هذا الارتباط، أن قومه وبلسان قومه، إذن أن قوم النبي هم العرب، وبالتالي أن القرآن يعني قد جعل هؤلاء بين قوسين قوم، وأنه لذكر لك ولقومك ولسوف تسألون. السؤال هنا، ويحضرنا أيضا بيت من الشعر للجزائريين في الثورة الجزائرية الذين كانوا يقولوا شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب. هل هذا الانسجام ما بين الهوية الدينية والهوية القومية وبين قوسين، نتحدث نحن عن العروبة اليوم، هو انسجام يقر الإسلام؟ أخي أنا أعتقد أنه هو شيء أساسي ولا تعارض بينه. كما تفضلت، كل نبي جاء بلسان قومه، وكان كل نبي كما ورد في القرآن الكريم يقول يا قومي إني رسول الله إليكم جميعا. فهذه المسألة أنا في اعتقادي أنها دوائر متكاملة يكمل بعضها بعضا. الإنسان ينتمي إلى نفسه، ينتمي إلى قريبه، إلى أسرته، ينتمي إلى قريبه، ينتمي إلى قبيلته، ينتمي إلى بلده، ينتمي إلى عرقه وجنسه، ينتمي إلى دينه، ينتمي إلى إنسانيته. جميل. هذه دوائر الانتماء المختلفة، هذه حكمة الله وإرادة الله عز وجل، ولا تعارض بينها نهائيا. في البلد الواحد ينتمون الناس إلى بلدهم ويعملون على رفعة بلدهم وخير بلدهم، وإن اختلفت أديانهم، وإن اختلفت طوائفهم، وإن اختلفت عرقية مذهبياتهم. هذه الحقيقة مسألة مهمة وأساسية، وكما قلنا الذي يحاول أن يصور أن هذه دوائر متعارضة هذا ليس صحيحا، هذا يريد أن يبحث عن خلاف ويريد أن يبحث عن نزاع. أما إذا طرحنا المسألة بهذه الصورة من التكامل، هذا يعني أن الجميع يعملون في نسق واحد لما فيه خيرهم. نعم. لما فيه خير بلدهم. يعني هذا الأصل. هي دوائر من الانتماء متكاملة وليست متناقضة. نعم. دكتور هايل، أنت أستاذ فقه، وأنا خطر في ذهني رواية للنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الضب، أنه الضب هو سحلية كبيرة يعني باختصار. نعم. شديد يعني، فالنبي لم يأكل الضب فقال لم أجد قومي يأكلونه فنفسي تعافه. نعم. يعني التعليق على هذا النشأة التربوية التي انسجم فيها النبي في سياقه القومي، وكيف أن الإحساس والذوق هو أيضا جزء من هذه القومية وجزء من هذا الإطار الاجتماعي الذي عاش فيه النبي. نعم أخي، هو لا شك أنه لكل قوم من الأقوام ولكل جنس من الجنسيات لهم خصائصهم ولهم طبائعهم ولهم ذوقهم، ومن هنا جاء قول القرآن الكريم وكذلك جعلناكم
شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، جعلناكم شعوب وقبائل، نعم، عرقيات، شعوب عرقيات مختلفة، ولكن في النهاية لتعارفوا لتتعاونوا. كل قوم من القوميات وكل شعب من الشعوب له خصائصه التي إن تعاون الجميع في النهاية بده يصير في إثراء للحياة البشرية، بده يصير في تطوير للحياة البشرية، يستفيد كل قوم وكل شعب وكل فريق من الآخر ويضيف إلى ما عنده. وهذا من معاني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، في خير موجود كثير أريد أن أضيف عليه وأريد أن أستفيد منه. أما إن حولنا المسألة إلى صراع، وإن حولنا المسألة إلى تناقض وإلى ضديات وإلى ثنائيات، هنا الحقيقة نخسر جميعا. أما إن تحركنا في ضوء هذه الرؤية القرآنية الكريمة، في ضوء هذا الفهم السليم السامي، معنى هذا أنه كل ناس يضيف ويأخذ، يضيف إلى ما عند الآخرين ويأخذ إلى ما عند الآخرين. والحقيقة هذا ما أضافته الحضارة الإسلامية الحضارات الأخرى، هو المسلمين كل اللي جاءوا فيه من حضارة جاءوا فيه من عند أنفسهم هم أخذوا من عند الآخرين. جميل جميل. ومنعرف أنه حركة الترجمة التي تمت في صدر الدولة الإسلامية، حركة الترجمة هذه أخذوا ما عند الآخرين، أخذوا ما عند اليونان وأخذوا ما عند الرومان وأخذوا ما عند الفرس وأخذوا ما عند الهنود، ثم صاغوه بصياغة معينة وقدموه. وبالمناسبة يعني وبهذا الحديث، أكثر من ساهم في عملية الترجمة في صدر الدولة الإسلامية تعرف مين؟ نعم، العرب المسيحيين، العرب الذين هم من أصول مسيحية، حتى الصابئة لأنهم كانوا أقرب بالضبط إلى هذه اللغات اللاتينية وإلى الآرامية وإلى السريانية، وبالذات هذا السؤال أسهموا كثيرا في قيام، نعم، وفي دعم الحضارة الإسلامية. بالضبط، يعني أنت يعني كأنك تعرف السؤال التالي للدكتور منذر. يعني دكتور منذر نبذل أحكي بهذا المجال. هو بالضبط أنا سأتكلم الآن، لكن على وجه التحديد دكتور منذر، إلى أي مدى العرب المسيحيين كان لهم دور في حركة الترجمة، في الأدب، في الشعر، في هذه النواحي الحضارية؟ يعني ليس فقط هو مجال واحد في العمل الرسمي مع الدولة، في الدواوين إلى غير ذلك. دعني أبدي إعجابي بما قدمه الدكتور، وإعجابي أنا أيضا بما قدمته أكيد. وإذا جاز لي أن أضيف، نعم، أنا بأخذ المثل من رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم في دولة المدينة. هذا أول حكم، ومين رأسه؟ نبي الله. كان شامل وجامع، أشرك فيه المؤمنين وأشرك فيه الكفار، أشرك فيه اليهود وأشرك فيه النصارى. هذه هي الدولة، وما سماها الدولة الإسلامية، دولة المدينة. هاي دولة المدينة. أنا بسمع الناس يقول الدولة الإسلامية، طب بني أمية شو بتسميهم، دولة إسلامية؟ لا، أنا ما بسميهم دولة إسلامية. أنتقل من هذا إلى جواب سؤالك. أبدع العرب المسيحيون أول ما أبدعوا في ترجمة الدواوين، أيام انتهت أيام عبد الملك بن مروان، لأن هذه وضعت البنية الناعمة للدولة والتنظيم، الدولة تنظيم الحكومة والدولة، التنظيم الإداري للدولة. وناس ما بتحكي عن اللي بدي أقول لك عليه هلأ، الذي أسلم من المسيحيين العرب تحولوا إلى الإسلام بالهداية، نعم، هم الذين بدأوا في الإسلام علم الكلام. وعلم الكلام مبدأه أصلا بيجي من اللاهوت المسيحي، نعم، عن طريق هؤلاء. والمنطق الأرسطي أيضا دخل فينا، ما هو كله يعني متشابك، جزء من هذه حضارة إنسان، حضارة الإنسان. اللي أبدع أيضا مع المسيحيين العرب السريان. السريان في علوم الطب وفي العلوم الأخرى، وكانوا على مدى الدولة العباسية في العصر الذهبي تبعها دائما أطباء الخلفاء كانوا من السريان، بخت يشوع وأبناءه. والعلوم يعني ثابت ابن قرة الحران صابئة وأبدع ولمع في ظل ذلك الحكم، الحكم العربي الذي زينته
بأخلاقها الرسالة الإسلامية. جميل جميل. يعني الرسالة سواء كانت الإسلامية أو المسيحية أكثر تأثير إلها هي في مكارم الأخلاق، وخلق إنسان لما يؤمن فيها بيكون إنسان مستقيم على الصراط السوي، مبدع، متقدم، وبتحول وبتغير وفق ما تتطلبه الظروف من تغييرات دون أن يمس بهذه الأخلاق وجوهرها. هي أصلها. نعم. أصلها. يعني هو يبني عليها. يبني عليها وبها. بذلك الخلق يستطيع أن فكره يتشكل ويضيف إلى المعرفة ويضيف يعني إلى العلوم. دكتور منذر أعذرني، يعني أتناقش مرة مع أحد الأشخاص من إحدى الدول الغربية فيقول يعني أنه في التاريخ الإسلامي أنتم اضطهدتم المسيحيين واضطهدتم اليهود. قلت له يعني كيف لو اضطهدنا المسيحيين واليهود كان ما ظلش ولا واحد، يعني هاي صل 1500 سنة والمسيحية موجودة في العراق وفي سوريا وفي الأردن وفلسطين، وحتى اليهود موجودين في المغرب وفي اليمن وفي عدة دول. يعني هو بس يعني للتوضيح دكتور، أنا بعتقد أنه معظم العصور الإسلامية كانت العلاقة ما بين مكونات المجتمع الإسلامي إن كانوا مسيحيين أو مسلمين أو يهود كانت علاقات ود وتسامح، ولكن حتى نكون موضوعيين لا ينفي ذلك أنه شابه في لحظات معينة بعض صور التعصب وعدم التسامح. مش في العهد العربي، الإسلامي العربي. أنا بقول في العصور مثل يعني مثلا أنت تقصد العهد الأموي؟ لا، ما قصدك بالعهد العربي؟ العربي لما كانوا الحكام عربا. نعم. كانت دائما المودة والتآلف والاندماج بين العرب المسيحيين والعرب المسلمين لا تشوفها شيئا. من بداية عصر العباسيين عندما بدأ الموالي لما دخلوا الأتراك. لما دخلوا الأتراك يعني في عهد المتوكل العباسي. نعم. بدأ العنصر التركي يدخل للدولة. صحيح. هون بدأت تسن بعض القوانين، يعني مثلا أنه والله غير المسلم بده يلبس لباس خاص. نعم. للأسف بعض الناس يظن أنه هذا الأمر حكم شرعي، يركب الحمير ولا يركب الخيل، وأنه لا يصح له أن يعلو بيته على بيت المسلم. قوانين أصدروا قوانين، ولكن هذا فكر متخلف ليس فكرا دينيا ولا فكر إسلامي. وإلا لكان في عهد عمر أو في عهد أبي بكر لم يفعل هذا، لا في عهد الخلافة الراشدة ولا في عهد الدولة الأموية بالمناسبة ولا في بدايات الدولة العباسية. أنا كلمة دقيقة تفضل فيها معالي، عندما كان الحكم العربي الإسلامي لأنه كان يفهم حقيقة هذا الدين. جميل. عندما دخلت هذه الأقوام التي دخلت في الإسلام بعد ذلك وسيطرت، طيب بدأت تسن بعض القوانين والتعليمات. صحيح. وكذا. دكتور هايل، أنا يعني محضر لك سؤال صعب شوي. أنا بدي أعطي سؤال شوي. أنا بدي أسألك. أنا بدي أسألك بالأول. تفضل. ممكن أسأل الدكتور معك. نعم. هل يعتقد أي منكما أنه غير العربي المسلم غير العربي سواء كان من إندونيسيا ماليزيا ولا بلاد فارس ولا تركيا؟ نعم. بفهم الإسلام أكثر مني؟ لا يمكن. لا، لأن شرط اللغة وفهم اللغة هو أساس فهم القرآن. صحيح. سؤالي قريب من هذا الموضوع دكتور هايل، لماذا في بداية الإسلام لم يقبل من العرب اللي هم بين قوسين الوثنيين كما تروي بعض الروايات أنه لم يقبل منهم إما أن يسلموا أو أن يقاتلوا، بينما العرب من أهل الكتاب أو غيرهم من غير العرب كانوا يسمح لهم أيضا أن يأخذ منهم الجزية إذا كانوا من أهل الكتاب، أو حتى نحن نعرف حتى الزرادشتيين أو المجوس أو حتى في بلاد الهند. لماذا العرب غير أهل الكتاب لم يكن هناك تسامح بين قوسين؟ هذه النظرة التي تروى لنا وبالتالي أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يعني العرب يا بتسلم يا من قاتلك. شو رأيك بهالقضية؟ أنا أول نقطة بدي أقولها في عدم معرفة عند الكثيرين ويظنوا أن الجزيرة العربية عندما جاء الإسلام كان كلهم من الوثنيين. أيوه. وهذا ليس أمرا صحيحا. تعرف أنه في المدينة المنورة في وادي العقيق كان هناك كنيسة في وادي العقيق قرب المدينة المنورة، وفي مكة المكرمة في مكة كان هنالك ثلاثة كنائس، وقبيلة جرهم ملكها السادس
دخل في المسيحية، وهو في المسيحية كان يقوم على رعاية الكعبة المشرفة. كلنا بنقرأ سورة سورة البروج وأصحاب الأخدود. مين هم أصحاب الأخدود؟ مجموعة من المسيحيين، وكانوا في نجران، نصارى نجران الذين الحاكم اليهودي ذو نواس اضطهدهم ليردهم عن دينهم إلى اليهودية. ويقال أنه في تلك الحادثة قتل أكثر من 10,000 عربي مسيحي في تلك الواقعة التي خلدها القرآن الكريم، وخلد شجاعة هؤلاء وإيمان هؤلاء، ووعدهم أنهم إن ماتوا في الدنيا دفاعا عن دينهم فأجرهم وجزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى. هذه القضية. وبالتالي وكان عدد كبير من المسيحيين في المدينة، كان قبائل عربية يهودية، خمس قبائل عربية من اليهود، بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع وبني ثعلبة وبني ساعد، كانوا قبائل عربية وصولهم عربي ولكنهم كانوا يهود. هذه قضية الحقيقة لابد أن نفهمها، أن العرب لم يكونوا كلهم من الوثنيين، بل كانت أعداد كبيرة منهم كما قلنا تدين بالديانة المسيحية، تدين بالديانة اليهودية، بعضهم كان يدين بالديانة المجوسية، وبعضهم كان على الوثنية. في جنوب الجزيرة العربية احنا كنا نقرأ أن ورقة بن نوفل الذي ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه الوحي أخذته خديجة إليه، كان مسيحيا وكان عنده علم من الكتاب، وكان يكتب الكتاب بالعبرانية. وقس بن ساعدة ثقافة، يعني حتى يعرف لغات، يعني المقصود انه حتى يعرف قس بن ساعدة كان على الديانة وكان يعيش في مكة المكرمة. إذا هذه قضية الحقيقة لابد من توضيح أولا. ثانيا مباشرة السؤال الذي تفضل فيه، أولا هذه ميزة أن الله سبحانه وأن الإسلام يقول أن هؤلاء الذين آمنوا بكتاب يقروا على دينهم، ولا يطاردوا ولا يؤذوا ولا يمنعوا من دينهم حتى لو بقوا في الجزيرة العربية. ولكن كانت القضية على الوثنية، إنه هذا دين يقوم على التوحيد، وأساس هذه الدولة هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فلا يعقل أن يبقى في صلب هذه الدولة وفي أساسها من هو ملحد. أما في خارج هذه الدولة، في خارج حدود هذه الدولة الجزيرة، لا مانع من ذلك. إذا قال أهل الكتاب يظلوا في الجزيرة ولا يمنعوا من ذلك، يعني أما غير الكتابيين هنا كانت المشكلة. يعني سنتوجه للدكتور منذر، ولكن دكتور سأسألك سؤال ولكن أنتظر الإجابة بعد الفاصل، اسمح لي. السؤال أن بعض القبائل العربية المسيحية مثل قبيلة تغلب رفضت أن تقبل تسمية الجزية، ورفضت هذه التسمية واستبدلتها بتسمية أخرى. أريد أن أسمع إجابتك عن هذا السؤال دكتور منذر حدادين، ولكن أعزائي المشاهدين نأخذ هذا الفاصل ثم نعود لمواصلة الحديث حول موضوع الإسلام والعروبة. حياكم الله أعزائي المشاهدين، وعودة على موضوعنا الذي كنا قد بدأنا الحديث فيه وهو العروبة والإسلام. دكتور منذر، كنا تحدثنا قبل الفاصل أن قبيلة تغلب لم تقبل تسمية الجزية، أن تدفع هذه، والجزية موجودة من قبل ربما، ولكن العربي له حاسيس معينة بالكرامة ربما أو بشيء، لماذا لم يفعلوا ذلك؟ وكيف كان طريقة التعامل في هذه القضية ما بين العرب المسلمين والعرب المسيحيين؟ يعني لما تيجي على واحد خارج من حرب البسوس وقاتل من القبائل العربية وانتصر عليها، تيجي هاي القبائل التي أسلمت تقول له بدك تدفع، ما بيقبلها، يعني ما بيقبلها عنك، ما بيقبلها، لأنه هو كان منتصر عليهم سابقا. شأن آخر، العرب بلاد الشام ترى ما بيدفعوا جزية، ما دفعوا جزية، أكرمهم الرسول أصلا من معركة مؤتة، وأكرمهم عمر بن الخطاب من وراء معركة اليرموك. ما كانوا يدفعوا جزية، ومش بس هيك، خلاهم يشتركوا في الفتوحات شمال إفريقيا، لأن الجزية هي مبدئيا عوض عن الدفاع، وبالتالي إذا انخرطوا في الدفاع عن الأوطان ففكرة العلة سقطت، يعني كما يقال يعني هو كأنه بيقولوا لهم
نعم احنا منا منكم فيكم منكم فيكم بالضبط. فكيف بدنا ندفع جزية؟ احنا جزء من هذا المكون وجزء، وبالتالي هم كما تفضل معالي هم كانوا رأس حربة في فتوح شمال افريقيا. صحيح. لا احكي لكم من قراءة التاريخ، اجى عمرو بن العاص الى جنوب الاردن الى معان، ما معه، ما ضل في الجزيرة من المحاربين ما يكفي، لانه كثير في بلاد فارس كانوا وكثير في بلاد الشام ما ضل. فاستدعى ايضا شيوخ العرب على معان، غسان وجذام ولخم، وقال لهم بدنا فزعتكم، انا مهمتي فتح مصر. ولذلك اللي بدي احكي لك اياه بيفسر ليش بفتوحات مصر ما فيش ولا معركه كمعارك بلاد الشام وفارس. فقالوا له احنا لا عينك، استنى شوي، استنى علينا شوي. شو اللي نفعهم؟ المسيحيين في بلاد الشام كانوا على مذهب الطبيعة الواحدة للمسيح لما انشقت الكنيسة عام 451، مؤتمر خلقيدونيا مصر صارت على المذهب الطبيعة الواحدة يعاقبة، وكذلك كان مسيحيين بلاد الشام. فقالوا لعمر اهلنا شوي، بعثوا قرايبنا بعثوا لهم ده الأقباط، قالوا لهم وأي قرايبنا جايين من الحجاز لفتح مصر ونخلصكم من كذا كذا البيزنطيين الحاكمين، شو الرأي؟ قالوا أهلا وسهلا. جميل. فدخلوا مصر مرحبا بهم، صار شوية مناوشات عند القلاع اللي فيها بيزنطيين كرشوهم، كانوا نصاطرة يعاقبة، كانوا المصريين كانوا الحكام نصاطرة. لا سيدي، كانوا من أصحاب الطبيعتين البيزنطيين، أصحاب الطبيعتين النصاطرة كانوا شرق الفرات، ومنهم جاء سلمان الفارسي عند النبي. ليش بقول لك كانت شمولية؟ كان مع النبي في المدينة المسيحي واليهودي، ودخل حتى المشركين. هذول دخلوا على مصر بدون معارك رئيسية، دخلوها بسلام وطلعوا على الإسكندرية ونظفوها من البيزنطيين، ونزلوا هم في اتجاه الصعيد. اجاهم الخبر انه رجعوا البيزنطيين على الإسكندرية، فرجعوا لهم، ويقال انه حرق المكتبة كانت بين البينين، مش العرب اللي خرقوها، البيزنطيين العائدين. هيك بقولوا انه بعض الكهنة كانوا مختفون، كانوا قد اختفوا في الصحراء طبعا، فلما حصل الفتح اجوا رجعوا امان. امان صحيح. لانه بيزنطيا ظلمتهم لاصحاب الطبيعتين وللأبيونيين، وانطلق منهم ناس الى الجزيره وقعدوا هناك بعد 451 هروبا من ظلم بيزنطيا. ومثل ما تفضل معالي الدكتور قبل الاسلام، خذ قول عبيد بن الابرص احد اصحاب المعلقات قبل الاسلام، بقول وكل ذي غيبه يؤوب وغائب الموت لا يؤوب، من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب. يا سلام. إذا عرف الله هو قبل الإسلام. خذ قول زهير بن أبي سلمة صاحب المعلقة الشهيرة، بقول فلا تكتمن الله ما في نفوسكم، فلا تكتمن مين؟ فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلمه. جميل. يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب أو يعجل فينقضي. يعني ذكرتني دكتور منذر بقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وبالتالي هناك هذه العقيدة موجودة كانت عند العرب سابقا، يعني قبل الإسلام. يعني دكتور هايل، يعني عودة إليك، يعني نحن اليوم نتحدث عن الدولة التي نعيش فيها وطبيعة الدولة، هل هي دولة قومية أم دولة عربية؟ هل الحديث عن دولة إسلامية دينية بعيدة عن العروبة وبعيدة عن هذه القومية هو أمر طلبه الإسلام وأراده الإسلام، أما أن الإسلام احترم هذه الحاضنة الطبيعية وهذا السياق التاريخي والاجتماعي؟ أخي الكريم، يعني زي ما تفضل معالي قبل قليل، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سميت الدولة؟ دولة المدينة. لم تعطى اسم خاص
أنها الدولة الإسلامية أو الدولة الدينية، ولكن كانت تحكم بمجموعة النظم والقيم والأحكام التي إما مستمدة أو لا تتعارض مع أحكام هذا الدين. كان يسكنها كل الأصناف وكل الجنسيات وكلهم كانوا سواسية. لكن احنا بنقول دائما أن وثيقة المدينة المنورة أو صحيفة المدينة المنورة كانت أول دستور مدني في العالم. يعني إيش دستور مدني؟ كما أشار جلالة الملك في ورقة النقاشية الأخيرة، دولة تقوم على مبدأ المواطنة وسيادة القانون. لذلك في نص الوثيقة وأن سكان وأن أهل هذه الصحيفة، مين أهل هذه الصحيفة؟ الذين وقعوا عليها على اختلاف أديانهم، يد على من سواهم، أمة واحدة من دون الناس، أمة واحدة من دون الناس، يد على من سواهم. هذا الحقيقة الفهم الراقي هو الفهم الذي جاء به هذا الدين. اليوم عندما نبدأ نقول أنه نريد أن تقوم الدولة على مبدأ الدين، بمعنى أن مواطنة الإنسان بناء على دينه، أنا بعتقد هذه مخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة للمبدأ الذي تقوم عليه هذه الأمة، وهذا ليس أمر صحيح. أنا بعتقد هذه ترسبات معينة وأفكار شائهة بدأت تدخل علينا فتغير وتبدل طريقة التفكير الحضاري، طريقة التفكير الإنساني الذي جاء به هذا الدين. يجب أن نعود إلى الجذور الحقيقية وإلى المبادئ الحقيقية. وهذا الحقيقة يعني ندخل الكلام في بعضه، كما قلت هذا ما أكد عليه جلالة الملك في ورقته النقاشية الأخيرة، وهذا الحقيقة الدولة التي نريدها اليوم. نعم. والمجتمع الذي نريده اليوم ليعيش الناس في وئام وصفاء وسلام، يتعاونون فيما اتفقوا عليه. أما في النهاية من هو الدين وما هو الدين؟ الله عز وجل حسمها في القرآن الكريم عندما قال إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. يوم القيامة صلى الله عز وجل. طيب دكتور هايل، يعني نعود للدكتور منذر. دكتور منذر، يعني هل تعتقد أنه الحديث عن أمة إسلامية 57 دولة في العالم يمكن أن يكون الحديث عن الأمة الإسلامية دون أن يمر من خلال وجود دول عربية قادرة ودول عربية فعلا تقف على أقدامها ولديها نموذج مدني ونموذج اجتماعي ولديها عدالة اجتماعية؟ من أين نبدأ؟ هل البداية تكون من دولة قطرية أو من دولة وطنية إذا صح التعبير، ثم نتحدث عن وحدة عربية؟ هل ما زال هناك من يؤمن بالوحدة، من يحلم، دعنا نقول من يحلم بالدولة العربية في هذه الأجواء؟ صحيح، بس سؤالك جوابه فيه عفوك. إذا عز العرب عز الإسلام. هذا حديث بالمناسبة، هي رواية صحيح. إذا عز العرب عز الإسلام، وإذا كان في تجمع للمسلمين 57 دولة أو أقل، أي تجمع للمسلمين بدون عرب فهو فراغ. فهو فراغ. العرب أصل الإسلام، وهم الذين نشروه، وبعدين أخذ عندهم ناس آخرين ونشروا في شمال الهند. فخلينا أحكي لك وأشكر الدكتور هاي المرة أخرى، خطورة التفكير في الدولة الإسلامية. إذا أنت بتدافع عن دولة إسلامية بالمعنى الدين المحدود، نعم، مش بالمعنى الحضاري والذي يحترم العروبة، دولة دينية، بالمعنى الدين المحدود، نعم، أنت عن غير قصد متأكد تدافع عن دولة يهودية. إذا الدين بعمل دولة وبتمشي دولة بموجب هندوسية وبوذية وإلى آخره، نعم. فتت أوروبا، سبقتنا أوروبا دخلت هذه المرحلة، وكان البابا يتوج أباطرة، ما يصير إمبراطور إلا برضا البابا. صارت حركة الإصلاح الديني، وصارت تقويض لمركز الكنيسة في المجتمع أو في الدول، وصار فصل الدين عن السياسة. لكن هذا لا يعني أن الحكام خلو من الدين، لا، أخلاقهم أصلا مستمدة من قيم الدين اللي هم آمنوا فيه، ففي ذلك الصلة دائما موجودة. إنما ما فيش دول الآن في أوروبا ولا في الولايات المتحدة
دينية. حتى في الولايات المتحدة ممنوع في مدارس الحكومة مدارس الببليك ممنوع تتلو آيات من الإنجيل أو آيات من القرآن، لأنه فصل تام ما بين الدين والسياسة وإدارة الدولة. دكتور منذر، كانوا يقولوا في الستينات والسبعينات أن الوحدة العربية هي إن الوحدة العربية هي الطريق إلى تحرير فلسطين، فهل يمكن أن نقول أن الوحدة العربية اليوم ما تزال ممكنة؟ يعني أنت رجل باحث في التاريخ العربي ولك نظرة، هل هذا أصبح حلما ليس له يعني أمل؟ الأتراك أمة واحدة، والإيرانيين أو الحضارة الفارسية لهم دولتهم، لماذا العرب، أليس هذا سؤالا مشروعا؟ لماذا العرب ليس لهم دولتهم؟ أم أضحت حلم متبخر؟ اللي عمل على تفتيتهم هو الاستعمار الغربي، وما فكروا في تفتيتهم إلا بعدما أقروا مشروع دولة لليهود في فلسطين لأغراض أمن تلك الدولة، هيك بيفكروا، لا مناص من تجزئة وتفتيت هؤلاء العرب. واللي شفناه نص مصيبة لسه المصيبة جاية في مزيد من التقسيم. بس تفضلت وذكرت أنا نشأت في تلك المجتمع، في تلك البيئة التي كانت الوحدة العربية يعني حلم. مستعدين كنا نضع من كل شيء لأجلها كل شيء. جميل. هو دكتور لم يبقى إلا الوقت القليل، أعذرني وأنا يعني ربما بنصف دقيقة دكتور، بس بدي أطمنك. تفضل. بدي أطمنك يعني إنه الوحدة العربية والعروبة واقع عند كل عربي، ما تزال عند كل عربي واقع كامنة. وأنا من المعتقدين إنه عندما يحين تحين البيئة الملائمة راح تلاقيهم بينوا. كلمة أخيرة دكتور، يعني إحنا في هذا الموضوع ندعو إلى التنسيق والتكامل العربي، أما فكرة أن تكون هناك دولة عربية واحدة من المحيط إلى الخليج، يعني أنا أظن أن هذه الفكرة اليوم مثالية. أصبحت فكرة مثالية غير موجودة. اثنين، نحن ندعو إلى أن تكون ليس دولة دينية وإنما دولة مدنية أساسها المواطنة وسيادة القانون، ولكن مرجعيتها في النهاية كما نحن دستورنا مرجعيتها الإسلام كمبادئ عامة وقيم صحيح. ومرجعيات وحضارة. لأنه كل سكان البلد هذه الآن في النهاية ثقافتهم هي هذه الثقافة العربية، الثقافة الإسلامية التي جميل. هي في النهاية ضامن لأن يعيش الجميع إن شاء الله في حياة كريمة مستقرة إن شاء الله. يا سيدي، اللي بيوحدنا أكثر كثير من اللي بيوحد أمريكا من المحيط للمحيط. صحيح. هذولاك يعني بيطلع لهم دولة فدرالية، وأنا كعربي ومسلم أو من المنتمين إلى هذه الأمة ما بطلع لي؟ ما بطلع لي؟ صحيح. لا بطلع لي. لا مو يعني صحيح. أنا بعتقد أشكركم يعني أشكركم، وأكيد أنه هو حق مشروع لكل عربي أن يبقى يفكر. مالك بن نبي بمناسبة سماه كومنولث عربي أو كومنولث إسلامي، وبالتالي يمكن أن يكون هناك عدة صيغ صحيح. من أجل وجود نوع من هذا التحالف بين العرب أو بين المسلمين. أعزائي المشاهدين، نشكر ضيوفنا لهذا اليوم الدكتور هايل داود والدكتور منذر الحدادين الذين كانوا معنا في هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن عروب الإسلام، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، استودعكم الله.